أعزائي الطلبة والطلاب، في حلقة جديدة من مادة الصناعات الغذائية. هنستكمل مع بعض الوحدة بتاعتنا، وحدة صناعة الحلاوة والطحينية. وقفنا في الحلقة السابقة على عمليات الطحن، ووصلنا في النهاية لإنتاج الطحينة البيضاء. حابب تاني أنت تشوف وتعرف أنواع الطحينة. عندنا زي ما أنت شايف على الشاشة طحينة حمراء، خد بالك فرق اللون، اللون واضح خالص، في فرق ما بين الطحينة البيضاء والطحينة الحمراء. هي ناتجة من سمسم عوريجة بنفس طريقة أو العمليات السابقة اللي بتجرى خد بالك بتجرى في الطحينة البيضاء. هتلاقي هنا بقى الفرق الجوهري اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هي ولا يجرى تقشير. يبقى انا هعمل كل العمليات اللي تمت على استخلاص الطحينة البيضاء، ولكن الخطوة دي انا مش هعمل فيها عمليات ايه؟ عمليات تقشير، واستخدم هذا النوع في الطحينة في استخراج زيت السمسم. استخلاص زيت السمسم ده الطحينة الحمراء. تعالوا بقى نشوف بقى، نتابع مع بعض المواد الخام اللي بتدخل في عملية التصنيع. السكر عادة بيتم استخدام سكر السكروز. سكر السكروز هو سكر ثنائي اللي احنا اتكلمنا عليه في الوحدة الثانية لما قلنا في استخلاصه من قصب السكر او بنجر السكر. طب يا مستر، هو احنا المفروض فقط بنستخدم السكر السكروز، ولا ممكن نستغنى عن جزء من سكر السكروز ويضاف سكرات اخرى؟ فبعض المصانع بيتم استبدال جزء من سكر السكروز بعسل الجلوكوز. تاني، بعسل الجلوكوز ده بيديني نعومه اكتر، بيديني تجنب لعمليه التسكير في الحلاوه الطحينيه، خصوصا لو انا ضفت جزء من الاحماض. فبالتالي ده بيسهل كمان عمليات مزج وانضاج السكر على النار، خصوصا بعد اضافه كل من الطحينه ثم اضافه مستخلص عرق الحلاوه. طب هو ممكن اضيف محليات صناعيه؟ ممكن اضيف محليات صناعيه، ودي تبقى ساعتها الحاله اللي اتكلمنا عليها زي المربى، عباره عن حلاوه طحينيه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي ما بين قوسين مرضى السكر. ويجب ولزام عليك في عملية التصنيع انك تحط بادج واضح بيتكتب عليه ان الحلاوة الطحينية ديت مستخدم فيها محلى صناعي، وبيتكتب ما بين قوسين نوع المحلى الصناعي اللي انت استخدمته، سواء بقى كان جلوسين، سكرين، اسبرتام، جلوتين، انواع كتيرة جدا من المحليات الصناعية. وبالتالي يبقى المستهلك عارف انه بيستهلك النوع ده من الحلاوة ايه، والمكونات اللي داخلة فيه ايه. فلازم تبع او تبع لهذه التوقيت القياسي انك تحط على الليبل بتاعك الماده الخام اللي بتدخل في عمليه التصنيع، وتقول انه تم استبدال جزء من السكريات بالمحليات الصناعيه. ويتحول بفعل الاحماض اثناء اعداده لصناعه الحلوى لجزئين متساويين من الجلوكوز والفركتوز. وانا لسه بقول هو سكر ثنائي عباره عن وحدتين جلوكوز وفركتوز، الهدف في النهايه ان انا اعمل لهم عمليه احلال، لكن كل ما بدخل جزء من عسل الجلوكوز ده بيسهل لي في عمليات النضج على النار. يبقى ده من ضمن انواع السكريات المستخدمه في الصناعه. ايضا عندك مثال واضح شائع اللي هو عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز هو سكر احادي مهم بالنسبه لنا، فيتم استخلاصه من او بنسميه الشراب المحول او عمليه احلال غير كامل للنشا، وبالتالي بستخلص منها عسل الجلوكوز اللي انا بقى ممكن استخدم منه نسبه 40 الى 60 30 الى 70. بمعنى لو انا احط بادج 100 كيلو من السكر، ممكن اشيل 30 كيلو من السكر واحط 30 كيلو من عسل الجلوكوز على 70 كيلو من السكر، او 40 من الجلوكوز على 60 كيلو من السكر. دي اسمها عمليه استبدال واحلال لجزء من السكريات الاحاديه بدلا من السكريات الثنائيه، بيزود كفاءه عمليات الانضاج على النار.
ويعرف هذه الحاله باسم السكر المحول في حاله استخدام السكروز فقط تعرف، او بتكون الحلاوه بنسبه 100% من السكر. عند اضافه عسل الجلوكوز مع السكر تكون الحلاوه اقل في الطعم الحلو من الحلاوه الاولى. ايضا من ضمن الخامات المهمه في عمليه التصنيع حمض الستريك. حمض الستريك ده غالبا، وانا قلت لك قبل كده وتذكر ده في صناعه المربى، وده يستمر معانا حتى في بعض الصناعات الاخرى ويمتد الى ماده العجانه المخبوزات في صناعه الحلوى الشرقيه. يفضل عاده نستخدم احنا نستخدم نوع حمض الستريك. ده تاني ليه بنفضل نستخدم حمض الستريك؟ لانه له قدره قويه على اصغار الطعوم في المنتجات اللي بيدخل فيها. فلو بيبقى موجود في صناعه المربى مثلا بيظهر طعم المربات او النكهه الخاصه بالمربات لكل من الثمار. انا وله طعم قوي او بيظهر طعم قوي في الحلاوه الطحينيه. الهدف من حمض الستريك يا مستر هو عمليات الحفظ. قلت حمض الستريك له تاثير مثبط على نمو الميكروبات، ولكن ليس الغرض رقم واحد عندي هو عمليات الحفظ. لسبب بسيط، انا قلت دايما ان عمليات الانضاج للسكريات على النار وارتفاع نسبه المواد الصلبه الذائبه هو عامل حفظ في المنتجات اللي بيدخل فيها السكر بشكل عام وعمليات الانضاج دي. ايه الهدف الاساسي منه؟ يجي لك سؤال في الامتحان عن اضافه حامض السكريك عند صناعه الحلاوه الطحينيه. وانا مغمض زي ما قلت في المربى، الهدف الرئيسي منه هو منع ظاهره التسكير. ظاهره التسكير تاني هي عباره عن ارتداد السكريات الاحاديه اللي تم احلالها مره اخرى لسكر صناعي ويعمل الشكل بالبلدي كده الشكل المرمد. فبالتالي يعتبر جزء مهم جدا. بيجي منين يا مستر؟ زي ما انت شايف في الشاشه، وبيجي من عصير الليمون. بيستخلص بسهوله؟ لا، بيبقى بصعوبه، وبالتالي بنعمل عليه بعض العمليات عشان نقدر نستخرجه. غالبا بيجي من ثمار الليمون او البرتقال او البرغل، وبيحتوي نسبه كبيره جدا من العصير، ولكن احنا دايما بنفضل ان احنا نجيبه من عصير الليمون نظرا لاحتوائه على كميه كبيره جدا من حامض الستريك. هنكمل مع بعض مع حامض الستريك. حمض الستريك تقريبا مكوناته 4.5 إلى 6% جلوكوز، 7 إلى 9%، يبقى حمض الستريك 4.5 إلى 6% جلوكوز، 7 إلى 9%، سكروز حوالي من 2 إلى 9.8%، املاح عضويه 5.1 إلى 7.1%، مواد بكتيريه من 2.1 إلى 8.1%، وده كله موجود في العصير. وبالتالي طالما كل المكونات دي موجوده فهيبقى فيه على فكره صعوبه في استخلاص حمض الستريك. لكن الفكره بتيجي ازاي؟ الفكره بتيجي ان احنا بنعمل عمليه تركيز للعصير بواسطه سكرات الكالسيوم. لا يمكن ان احنا نقدر نستخلص حمض السكريك ده الا بواسطه سكرات الكالسيوم. اللي بعد كده بناخدها ونعمل عمليه تجفيف ليها، وتظهر في البلورات اللي انت بتشوفها في المعمل عندنا بلورات حمض السكريك او اللي بتجيبها من عند العطار في الخارج. فبالتالي يبقى الشكل المميز ليه الشكل البلوري اللي انت شايفه على الشاشه اللي موجوده عندك. عرق الحلاوه. عرق الحلاوه هو يعتبر اساسي في تصنيع حلاوه الطحينيه. عرق الحلاوه يستخلص من شجره او قلف شجره السابوناريا. على فكره بيبقى فيه ماده سامه اسمها ماده السابونين. عرق الحلاوه تقريبا تم تحريمه في معظم الدول الخارجيه، وتم استثناء مصر، وبيستخدم منه بنسب مصرح بيها. بيتم استخلاصه بطرق عده، اللون بتاعه الشكل الابيض، ودايما يجي لي سؤال في الامتحان علل يستخدم عرق الحلاوه في صناعه الحلاوه ايضا الطحينيه. سؤال من ضمن الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات. عرق الحلاوه بيتم ادخاله اولا لاكساب اللون الابيض في الحلاوه الطحينيه، ثاني حاجه بيديني الطعم الهش، ثالث حاجه بيزود حجم الحلاوه الطحينيه نتيجه عمليات الكتب والشد وادخال الهواء، فبيزود حجم الناتج من الحلاوه الطحينيه. تعالوا نشوف كده. يستخدم عرق الحلاوه في صناعه الحلاوه الطحينيه لاكساب لون فاتح مهبول، قوام هش غير صاد، والعمل على زياده حجم الحلاوه الطحينيه. طيب عشان انا اقدر استخدم ايضا عرق الحلاوه لازم اعمل استخلاص لعرق الحلاوه. خد بالك ادي شكل قلف شجره السابونه. يعني ايه قلف الشجره؟ يعني المحتوى الداخلي من الشجره بعد شيل الغلاف الخارجي او الجزء الداخلي من الشجره اللي موجوده عليه. ده الشكل العام اللي بيبقى موجود عليه. بيحتوي عرق الحلاوه على ماده سامه تعرف باسم السابونين. حرمت الدول او حرمت الدول استخدامها الا ان مصر استثنت من ذلك، ويستخرج من قلف شجره السابوناريا اللي احنا شايفينه قدامنا. تحضير بقى مستخلص عرق الحلاوه. زمان كانوا بيستخدموا المواقد اللي انت شايفها على النار دي،
ببساطة عشان الموضوع ما يتلخبطش معاك، بنجيب قدر من الماء، قدر من الماء ده بيبقى فيه جزء من الماء، وبنجيب قدر آخر أو وعاء آخر مصفى بيتم فيه وضع أو داخله مستخلص أو داخله قلف شجرة السمناريا، ويتم وضعه على النار لفترات طويلة. وهتشوف دلوقتي لقد تمتد إلى بضعة أيام. يبقى تاني عبارة عن قدر اللي أنت شايفه، القدر ده بيتم ملؤه به الماء، يتم وضعه على النار وداخله وعاء آخر، الوعاء ده بيتم وضع القلف بداخله، ولكن الوعاء ده مصقب من الأجنب عشان الماء يتغلغل إلى القلف اللي موجود عندي ويخرج المستخلص بتاعي، وبالتالي أفضل بغير كمية من القلف من داخل الوعاء الموجود ده. كده ببساطة الفكرة عشان الموضوع يبقى في الصورة الذهنية عندك شغال ما يبقاش فيه مشكلة. لكن تعالوا نشوف مع بعض بالتفصيل عملية التصنيع لهذا الحلبة. ده القدر اللي موجود عندي، بيعلق هذا الجناب ما فيه من داخله من الحليب مسبب في فرن، بيتصل بهذا القدر من خلال الفرن صنبور يستخدم لتفريغ به ما به من محلول، وايضا وضع جزء من الماء مره اخرى، ووضع جزء من مستخلص الحليب مره اخرى. تعال نشوف كده الشكل المفتوح بتاعي من القدر. كل يوم لقى قدر الماء بمعدل صفحتين لكل واحد وربع كيلو جرام من هذا الحليب، كل واحد وربع كيلو من قلف الشجره انا بضيف له صفحتين من الماء. تقريبا الصفيحه بتوصل لحوالي 20 لتر، فتقريبا نقدر نتكلم في 40 لتر كل واحد وربع كيلو من عرق الحلاوه اللي موجود عندي في الماء. طب الكلام ده بيبقى قد ايه يا مستر، او بيستمر مره مده قد ايه على النار؟ الموضوع ده بيستمر لعده ايام. خلي بالك يتم التشغيل على النار، بتطرق مشتعل، يتم طرقه مشتعل لفتره تختلف من 3 ل 4 ايام. كل صبح او كل صباح باخد صفيحه من المستخلص واستبدلها بصفيحه اخرى من الايه؟ من المكتب. ركز في النقطه دي. يبقى انا بولع على القدر ده وداخله القلف، كل واحد ربع كيلو جرام من القلف ده بضيف له صفيحتين من الماء، بشغل لمده 3 4 ايام على النار، كل يوم الصبحيه بسحب صفيحه من المستخلص اللي طلع وبعوض عنها بصفيحه من الماء لحد 3 4 ايام، بجمع اللي طلع من نتيجه عمليه الغليان واستخلاص العرق ده لمده 3 4 ايام. بعد كده بعمل عمليه اسمها عمليه التعتيد. بصفى المستخلص على الثلاث ايام او الثلاث صفائح في اواني حسابيه، وتحفظ مده من الزمن عشان تتخمر، دي بنسميها عمليه التعتيد. واستعمل منها 1.5 الى 2 كيلو جرام من المستخلص كل 200 كيلو جرام من السكر. الى نهايه هذه الجزئيه بنكون وصلنا الى نهايه حلقه اليوم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.